الماضي تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تاني النادي الأهلي المصري ده رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد ونتيجة تاني النادي الأهلي المصري ده رقم واحد العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج الاشبال. في البدايه بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته امام صن داونز الجنوب افريقي في دور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا. مباراه هتكون من وجهه نظري نهائي مبكر، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا نتخطى هذا الدور نوصل للدور قبل النهائي. كمان عندنا تحدي مهم ان شاء الله يوم 30 مارس، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. أصبح الفارق نقطتين، إن شاء الله المكسب هيكون خطوة مهمة في بطولة الدوري العام. كمان عندنا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أبطال، أبطال دايماً بنربيهم على الأخلاق وعلى البطولات. عندنا فريق 2001 اللي هيكون ضيفنا النهاردة في برنامج الأشبال اللي هنحتفل إن شاء الله بيه واحتفالية خاصة مع فريق 2001 تحت 17 سنة واللي حاصل على بطولة الدوري، بطولة دوري الجمهورية قبل انتهاء الدوري بثلاث ماتشات. فريق مليء بالمواهب وما شاء الله محقق أرقام قياسية لمدة ثلاث سنوات. هيكون موجود معنا النهاردة اللاعبين والجهاز الفني واحتفالية خاصة في برنامج الأشبال. كمان بقول لكل جماهير النادي الأهلي استنونا إن شاء الله يوم الثلاث القادم، مباراة مهمة على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي، مباراة الأهلي والزمالك تحت 17 سنة. هنروح دلوقتي لأول فقرات برنامج الأشبال وهنبتديها مع أبرز العناوين في الصحف في المواقع لأخبار الناشئين والأشبال، وهنبتديها من الموقع الرسمي لفيتو. الموقع الرسمي لفيتو: شباب الأهلي يهزم المصري 5-2 في دوري الجمهورية. حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 97 أمس الأول الأربعاء فوزا كبيرا على نظيره فريق المصري بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي للجيش بالسويس والمؤجلة من الجولة 19 من دوري الجمهورية للشباب. وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأحمر 2-0 قبل أن يضيف الأهلي ثلاثة أهداف بالشوط الثاني. أحرز أهداف اللقاء مصطفى عزت هدفين وهشام شعبان هدف ويوسف علي هدف وصلاح أوتاكا هدف. النادي الأهلي إن شاء الله متبقي له حوالي 7 ماتشات، محتاجين حوالي 4 ماتشات علشان يحسم فريق شباب النادي الأهلي بطولة الدوري رسمي زي فريق 2001. وهيكون معانا على الهاتف كابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب. كابتن عمرو أهلا يا أسامة، ازيك؟ في البداية يعني بنبارك لك طبعا ألف مبروك، نتيجة كبيرة وفوز كبير على نادي المصري 5-2. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك وألف مبروك لينا جميعا. الحمد لله. قول لي بقى الاداء اخباره ايه في المباراه؟ يعني ما شاء الله نتيجه كبيره، لكن الكابتن عمرو انور مبسوط من الاداء في مباراه المصري؟ اكيد الحمد لله طبعا، يعني اللعيبه عملت مباراه جيده جدا ويتحسب لهم صراحه ان هم يعني بعد ما تاخرنا بهدف في اول 7 دقائق او اول 8 دقائق يتحسب للعيبه الهدوء اللي لعبوا بيه والتركيز الشديد اللي لعبوا بيه والثقه في النفس وعدم التسرع. الهدوء ده ادى ان احنا يعني قدرنا ان احنا نرجع المباراه بسرعه، يعني بعد حوالي 4 دقائق او 5 دقائق قدرنا ان احنا نجيب جون التعادل. وعلى مدار بقى الشوط الاول كان في نسبه كبيره جدا من الاستحواذ والتحركات الايجابيه من غير كوره، قدرنا ان احنا نحرز هدفين في الشوط الاول والشوط انتهى 3-1. والحمد لله في بدايه الشوط الثاني ربنا كرمنا بهدف فبقت النتيجه 4-1، الامور اتسهلت شويه. وفي نص الشوط الثاني ابتدينا يعني نهدي اللعب شويه ونركز على الاستحواذ، لان انت عارف احنا بنلعب كل يومين وكل 3 ايام مباراه. مظبوط. فكانت اللعيبه مجهده شويه، فكان في تعليمات من الجهاز الفني ان بعد ما انت حسمت النتيجه وحسمت المباراه
ان احنا خلاص نحافظ على نفسنا، عايزين نطلع سلام من المباراه، ما حدش يبقى عنده اجهاد او يبقى فيه اي اصابات، خصوصا ان انت بعد ما النتيجه ابتدت يعني توسع والفريق ابتدى يوسع، لعيبه المصري برده مش عايز اقول لعبت بخصونه بس لعبت بجديه يعني زياده عشان النتيجه ما تزيدش عن كده، فكان الطبيعي ان احنا ندي تعليمات للعيبه ان هي تهدى شويه علشان ما حدش يطلع مصاب ونطلع كلنا سلام الحمد لله. متبقي كم مباراه على بطوله الدوري يا كابتن عمرو؟ احنا بقينا دلوقتي 7 مباريات ان شاء الله. عندنا فتره توقف دلوقتي يعني من امبارح لحد يوم 30. تمام. يعني يوم 30/3 هيبقى عندنا اول مباراه مع المقصه. تمام. المقصه على ما اعتقد هو اللي بينافس النادي الاهلي، المقصه الفارق ما بين الاهلي والمقصه 10 نقاط دلوقتي. في المركز الثاني هم الو الو المباراة بتاعت نهاية الكاس. فالمباراة تأجلت يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله. تمام. من بعد مباراة المقاصة هنلعب بقى 7 مباريات متتالية لحد نهاية الدوري، مش هيبقى في أي توقفات ولا في أي إيقافات للدوري إن شاء الله. ما شاء الله كابتن عمرو، أنا بواصل سلسلة الانتصارات بعد كابتن عادل عبد الرحمن، ما شاء الله يعني نتائج مميزة جدا مع فريق الشباب. وكمان يا كابتن عمرو يعني انت ما فيش حد من الفريق الاول بينزل كمان يساعد ويلعب فريق الشباب، فما شاء الله المجموعه الموجوده معاك بتادي اداء رائع كمان مع نتائج مميزه. الحمد لله طبعا، الحمد لله الـ 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 عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده عندنا في الفريق، ويمكن حتى احنا كمان النواقص اللي عندنا بنعوضها بالتعاون مع كابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين. تمام. يعني معظم المباريات بتاعتنا بيبقى فيها لعيبه من ال 99 ومن ال 98 ومن ال 2000 ومن ال 2001، فدي انا شايف ان ده برضو تعاون جيد جدا من القطاع معانا في الفتره اللي فاتت. بنتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه نبقى ماشيين على نفس المنوال بنفس المستوى بنفس النتائج، بحيث ان احنا ان شاء الله ان احنا نقدر نحسم بطوله الدوري قبل نهايتها ان شاء الله، ان احنا نقدر ندي فرص للعيبه كلها سواء اللعيبه اللي موجوده عندنا في 97 او اللعيبه الصغيرين، عشان انت عارف احنا في نهايه الموسم بيبقى فيه تقارير عشان تعرف مين اللي هيستمر ومين اللي هيطلع. فنتمنى ان الفتره اللي جايه دي نقدر ان احنا نحسم الامور من بدري شويه عشان يبقى عندنا فتره كويسه ان احنا نقدر نحكم وندي كل لعيب حقه ان شاء الله في الفتره الاخيره من الموسم باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن عمرو انور ان شاء الله وفريق الشباب انكم ان شاء الله تحسموا بطوله الدوري قبل انتهاء البطوله بثلاث اربع ماتشات. شكرا جزيلا للكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب النادي الاهلي. ما شاء الله كابتن عمرو انور عامل نتائج مميزه، ولازم برضو نشكر الكابتن عادل عبد الرحمن اللي ابتدى المسيره من بدايه فتره الاعداد وبيواصل دلوقتي الكابتن عمرو انور. طبعا كابتن عمرو انور من المديرين الفنيين المميزين، ليه تاريخ كبير في التدريب ومرن في الانديه السعوديه وفي الانديه المصريه وكمان في منتخبات مصر للناشئين والشباب، فكل التوفيق للكابتن عمرو انور. لسه مستمرين مع حضراتكم ابرز العناوين، هنروح لنتائج الجوله 19 لدوري الجمهوريه مواليد 97، الجوله اللي فاز فيها النادي الاهلي 5-2 على المصري. اسفرت نتائج مباريات الجوله 19 المؤجله لدوري الجمهوريه الشباب لكره القدم مواليد 97 التي اقيمت الاربعاء الماضي عن فوز الاهلي على المصري 5-2 زي ما قلنا لحضراتكم، الزمالك على الاتحاد 3-2، بيراميدز على الانتاج الحربي 3-0، فاز حرس الحدود على الداخليه 1-0، وانبي على طلائع الجيش 4-1، وتعادل نجوم اف سي مع سموحه 1-1، والجونه مع وادي دجله 0-0. يتربع الاهلي على صداره ترتيب الدوري برصيد 72 نقطه جمعهم من الفوز في 23 مباراه والتعادل في 3 مباريات مقابل هزيمه واحده، وسجل الفريق خلال مبارياته 64 هدفا فيما تلقت شباكه 17 هدفا. نروح دلوقتي للمنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له ان شاء الله التوفيق مع الجهاز الفني، طبعا الكابتن شاوي غريب والكابتن نوال رياض والكابتن محمد شاوي وكل كتيبه المنتخب الاولمبي اللي هم دلوقتي في مهمه ان شاء الله بنتمنى لهم فيها التوفيق. شيتوس والرياض بيقول يتحدث عن اختبارات المحترفين في معسكر اسبانيا. المنتخب الاولمبي واصل تدريباته في اسبانيا استعدادا لمباراتي امريكا اليوم الجمعه، هيقابل النهارده امريكا المنتخب الاولمبي، هولندا الثلاثاء المقبل ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات الامم الافريقيه تحت 23 سنه. اكد وائل رياض شيتوس مدرب المنتخب ان الجهاز الفني فتح جزء من مران السبت والاحد القادم لاختبار عدد من المحترفين المصريين باوروبا. دي نقطة مهمة جدا، ان كان كابتن وائل رياض تواصل على الفيسبوك وكتب وقال اللي عايز يرغب انه ينضم لمنتخب مصر من
المحترفين، فاحنا موجودين في اسبانيا والناس يعني تكون موجوده في التدريب ويبدا يتعرف على اكبر عدد من ان شاء الله المحترفين المصريين الموجودين في اوروبا. ممكن يكون في محترفين يعني مش معروفين قوي على الساحه، لكن ده يعني كان حاجه مهمه ان يعملها وائل رياض والجهاز الفني علشان اي مصري محترف في الخارج ينضم لمنتخب مصر الاولمبي. هنروح برضو زي ما اتكلمنا عن منتخب الاولمبي بقياده الكابتن شاوي غريب، هنروح لمنتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين. وديتان لمنتخب الشباب بعد دوره شمال افريقيا، عقد الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 جلسه مع مسؤولي اتحاد الكره، طلب خلالها بضروره توفير ماتشين وديين افريقيين عقب انتهاء دوره شمال افريقيا التي تقام بالاسكندريه في الفتره من 6 ل 11 ابريل المقبل. البطوله اللي هتكون في شمال افريقيا في اسكندريه هتكون بمشاركه منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب. يستعد منتخب الشباب للتصفيات الافريقيه التي تنطلق العام المقبل والمؤهله لبطوله امم افريقيا التي تستضيفها موريتانيا بالعام 2021. دي كانت اخبار منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب اللي بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق مع الفتره الجايه مع منتخب مصر. وفعلا عندنا لعيبه مميزه في المنتخب الاولمبي ما شاء الله دلوقتي موجودين على الساحه في الدوري الممتاز، وكمان نجوم، وكمان ايضا في منتخب الشباب برزت لعيبه وبدات تظهر على الساحه في الدوري الممتاز. نتمنى لهم التوفيق ايضا مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن عبد الستار صبري وكل الجهاز الفني لمنتخب الشباب. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره حضراتكم مرة تانية. في برنامج الأشبال دايما بيكون لنا قضايا، وقضايا مهمة بنطرحها ودايما بنوجد لها حل. عندنا قضية مهمة جدا، هي قضية فريق 2004. فريق 2004 في النادي الأهلي بيلعب في بطولة منطقة القاهرة. بطولة منطقة القاهرة معمولة من مجموعتين، النادي الأهلي صعد أول المجموعة، تاني المقاولين، التالت اتحاد الشرطة، وفي مجموعة تانية صعد منها إنبي وبعض الفرق التانية. الأدوار التمهيدية انتهت في هذه البطولة ولسه كل الفرق منتظرة التصفيات النهائية. النادي الأهلي كان تقدم بشكوى رسمية في فريق المقاولين العرب وفريق اتحاد الشرطة ان في بعض اللاعبين اوراقهم غير رسمية. القضايا اللي احنا بنطرحها دايما هنا في برنامج الأشبال موضوع التزوير وموضوع التسنين. فريق 2004 للحظة اللي احنا موجودين مع حضراتكم فيها وخلاص كل الدوريات بتقرب على الانتهاء، لسه منطقه القاهره ما حطتش التصفيات النهائيه جدول المباريات لفريق 2004. لازم من منطقه القاهره زي ما احنا دايما بنشيد بمنطقه القاهره هنا في برنامج الاشبال، ودايما كل القضايا اللي احنا بنطرحها بيوجدوا لها حل، ودايما بيكون في حل سريع وكمان وفعال في قضايا كتير. النهارده لازم منطقه القاهره تتدخل تشوف النادي الاهلي تقدم، وقول لحضراتكم تاني النادي الاهلي تقدم باوراق رسميه في بعض من لاعبي المقاولين واتحاد الشرطه اوراقهم غير رسميه، القضايا اللي احنا بنحاربها. والنهارده احنا كمان بنتكلم على يعني خلاص انتهاء الدوريات، كل الدوريات بتقرب على الانتهاء، متبقي شهر وكل الدوريات هتنتهي علشان داخلين على شهر رمضان، والحاجه الثانيه كمان علشان الولاد الصغيره عندها امتحانات. فاحنا لسه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها لسه التصفيات النهائيه أو جدول المباريات ما اتحطش. أتمنى من منطقة القاهرة اللي دايما بيتجاوبوا معانا يوجدوا حل لهذه المشكلة وحل كمان سريع. هنروح لحاجة أو هنروح لتقرير مهم. دايما كاميرا الأشبال بتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر كلها. كنا موجودين قبل كده في قطاع الناشئين بالإسماعيلي، وكنا موجودين في قطاع الناشئين في طلاع الجيش والمقاولين العرب ومصر المقاصة في الفيوم. النهاردة كاميرا الأشبال موجودة في قطاع الناشئين الداخلية. هنروح نشوف التقرير ده عن قطاع الناشئين في الداخلية ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
نادي الداخلية طلع ناشئين كتير جدا على مدار ال 20 سنة دول، وياما لعيبة كتير جدا لعبوا في منتخبات مصر مراحل السنية كلها، ولحد دلوقتي عندنا 2 3 في المنتخب الأولمبي، وفي المنتخب الكبير برضو الحمد لله من اللعيبة بتوع الدوري الممتاز. واحنا اصلا يعني مهما يكون نتائج مهما يكون اي حاجه، احنا اهم حاجه عندنا احنا نقدر نفرغ لعيبه للفريق الاول، دي اهم حاجه عندنا، وده الطموح وده اللي شغالين علينا طول عمرنا. واكتر من لاعب يعني طارق طه ما شاء الله في الاسماعيلي، حمد عبد الغني في الزمالك، يعني احنا مش بنعمل النادي بس، احنا صنعنا اجيال كتير جدا، مش انا لوحدي، لا مدربين نادي الداخليه كلهم على مدار العصور كلها اللي بتاعت السنين عملوا حاجات كويسه جدا، والنادي الحمد لله بفضل الله مستواه كويس جدا، وعندنا فريق 2003 فريق ممتاز جدا، وكل ما نيجي نلعب فرقه عايزين يشتروا الفروق بتاعنا، وفي واحد في نص الملعب بدون ذكر اسامي، وفي ديفندر وفي جون، يعني الحمد لله الانديه بقت عينيها ايه على اللعيبه. لكن هنا يعني اللي هو عثمان اللي هو رئيس النادي مش طموح ان احنا نبيع لعيبه ولا الكلام ده، احنا اهم حاجه ان احنا نعمل لاعب كويس جدا للفريق الاول قطاع ناشئين، طول ما هو فيه فلوس طول ما فيه نجاح، يعني الامكانيات، وطول ما الامكان بتقل كل ما انت مستواك كفني وبدني ومهاري وكل حاجه بتقل، اهم حاجه طبعا الامكانيات، طول ما في امكانيات في لبس وفي، والحمد لله النادي موفر لنا برضه، بس مش زي الانديه الكبيره قوي يعني زي سموحه وانبي والكلام ده كله، لكن الحمد لله بنقدر نشتغل على قد الامكانيات اللي عندنا، والحمد لله بنعمل حاجه كويسه وبنطلع لعيبه للفريق الاول، ودي اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك، اللي انا اقدر اعمل لاعب سواء للناديه او لمصر، يعني دي اهم حاجه اللي احنا نربي لاعب يطلع لعيب كويس ويطلع لعيب كوره ويبقى عنده من الطموح ان هو يقدر، انت عارف ان مش كله بيلعب فريق اول، طبعا بتيجي مثلا لسن ال 18 و 19 بقى في مشكله كبيره جدا اللي هي مثلا اللعيب ما بيتعملوش عقد، يقول لك العقد، تلاقي اللعيب متضايق، اللعيب نازل مخنوق بالماتش والكلام ده كله، فانت كمدرب طبعا بتبقى عليك عامل كبير جدا اللي انت تقدر تفوق اللاعب والكلام ده كله، لكن يعني على قد ما بنقدر والله، فالحمد لله بفضل الله عندنا برضو هنا الامكانيات كويسه مش وحشه الحمد لله، وفي وجبه وفي اتوبيس وفي لبس، فدي اهم حاجه يعني. لكن احنا باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في كلام مع مجلس الاداره ان احنا هنبقى احسن من كده باذن الله في الامكانيات، والحاجات هتزيد، والملاعب باذن الله ناخد ملعبين تاني ان شاء الله باذن الله قطاع ناشئين، ونعمل حاجه كويسه الايام الجايه ان شاء الله. كابتن اسامه حسني ده طبعا نجم وراجل بتاع ربنا جدا، ومصر كلها عارفاه ان هو راجل حافظ للقران الكريم، وطبعا انا مثلا باجي بمثل للاعب بقول له شوف كابتن اسامه حسني من الناس اللي حافظه القران الكريم كله، ودي اهم حاجه، طبعا هو كان هداف وحاجه ما شاء الله عليه، وانا فرحان بيه جدا في حاجه اني بحب اللي بيهتم بناشئين، يعني ممكن واحد يتشاف مثلا في فيديو في جون في هدف الكلام ده كله، مش مصر كلها بتشوف الناشئين طبعا، حد يشوف لاعب ممكن مدير فني ما يكونش بيجي الماتش يظهر عن طريق البرنامج دوت، في حاجه كويسه جدا يعني. طبعا في اهتمام في الداخليه وقطاع الناشئين، يعني كابتن هيثم مدربنا مدرب فريق اول ونازل يمرنا عشان يبني فرقه جديده تكون هي مستقبل النادي، وطبعا اللواء علي واللواء مصطفى على طول معانا في كل الماتشات اللي احنا بنلعبها، وعلى طول مهتمين بيها وبيدعمونا على طول. طبعا كل واحد ليه مثله الاعلى، اللي عايز يبقى زيه زي محمد صلاح طبعا كل مثل مسلمين من محمد صلاح، ولازم عشان تعمل كده طبعا كابتن هيثم بيقول لنا على طول وينبهنا الحاجات دي، اهم حاجه نبعد عن السهر، اهم حاجه نهتم بالصلاه والقران، دي الحاجات اللي هتوصلك بعيدا عن الموهبه، اهم حاجه الناس عندهم الموهبه بس مهتم، بس اهم حاجه مراعاه ربنا يعني. كابتن اسامه حسني مثال لاعب بيتقي ربنا، واللاعب يعني مش محتاج كلام مني او من غيري. نادي الداخليه مهتم بينا خالص، الكابتن هيثم والكابتن سعد والكابتن عمرو جهاز فني محترم خالص، بيهتموا بينا، واي حاجه لو لاعب ناقص حاجه لوحده في الملعب بيزودها له، يعني مش مقصرين معانا في حاجه، وتمرينات بره مش ثلاث تمرينات اللي احنا بنتمرنهم هنا بس، يعني بيمرنونا زياده برضه. نجم كبير الكابتن سامح حسني، يعني مفيش كلام اكتر من كده، هو نجم كبير خالص، ويعني نفسي نبقى زيه يعني. الحمد لله رب العالمين، احنا ماشيين كويس الفتره الاخيره، بدانا ان احنا نحط ايدينا على مواطن القوه والضعف، والنتائج الحمد لله اتحسنت في الفتره الاخيره، والحمد لله يعني حصل طفره في النتائج في اخر 5 6 ماتشات في القطاع كله. المشاكل اللي يعني اللي بتقابلنا موضوع التسنين والتزوير، الحاجات دي هي اصعب حاجه ممكن تقابلك وانت شغال في قطاع الناشئين، يعني انت ممكن تلعب بيبقى المستويات بتبقى صعبه شويه، يعني ان انت تلعب حد مزور او حد مسنن، ده بس اللي بيفرق بس، لكن الحمد لله المسابقه كويسه جدا واحتكاك قوي جدا للعيبه، وده مفرخه كويسه بيطلع لعيبه كويسه، فان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. طبعا بشكر الكابتن اسامه حسني على اهتمامه، وبشكر قناه النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله كده مغطين كل الاحداث ودايما منورين ان شاء الله.
كل التوفيق للمدربين واللاعبين في قطاع الناشئين بالداخليه. كان الكابتن هيثم جبريل قال نقطه مهمه، قال الامكانيات مهمه جدا عشان نقدر نطلع لاعب للفريق الاول، وانا بتفق معاه، الامكانيات دايما مهمه جدا عشان نقدر نصنع لاعب يبقى يكون موجود في منتخب مصر وكمان في الفريق الاول في ناديه. هروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ابطالنا فريق 2001 اللي حاصل على بطوله دوري الجمهوريه قبل انتهاء البطوله بثلاث مباريات. من جد التحية بحضراتكم مرة تانية، وهنستقبل بقى أبطالنا فريق 2001 اللي توج بطولة دوري الجمهورية قبل انتهاء البطولة بثلاث مباريات. ما شاء الله 2001 محقق أرقام قياسية، مش السنة دي بس، ده على مدار ثلاث سنين. وعايز أستعرض مع حضراتكم دلوقتي أبرز أرقام وإحصائيات فريق 2001 الأول فريق توج فيه قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ببطولة دوري الجمهورية. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم أبرز الأرقام. مشوار الأهلي في بطولة دوري الجمهورية مواليد 2001 الدور الأول، الأهلي افتتح البطولة بفوز كبير على الإسماعيلي 3-0، تاني مباراة فوز على المصري 2-0، ثالث مباراة فوز على وادي دجلة 4-0، فوز على حرس الحدود 4-0، فوز الأهلي على إنتاج الحرب 2-0، فوز كبير على الداخلية 6-1، وفوز الأهلي على الجونة 6-0، وفوز الأهلي على بيراميدز 3-2 كانت في الثواني الأخيرة. فوز الأهلي على بتروجيت 4-2، وفوز الأهلي على الاتحاد 4-1، على مصر المقاصة التعادل السلبي 0-0، فوز الأهلي بنتيجة كبيرة أيضا على النجوم 5-0، فوز الأهلي على إنبي 3-0، والتعادل الإيجابي مع طلائع الجيش 1-1، فوز الأهلي على سموحة 2-0، تعادل إيجابي مع المقاولين العرب 2-2، وفوز الأهلي على الزمالك في 100 عقبة 2-0. فوز الأهلي الدور الثاني افتتح برضو ايضا الدور الثاني، الاهلي فوز على الاسماعيلي في ملعبه 3-1، فوز الاهلي على المصري 1-0، فوز الانتاج الحربي، ودي كانت اول خساره لفريق 2001 في دوري الجمهوريه 4-2، فوز الانتاج الحربي، فوز الاهلي على الداخليه 1-0، فوز الاهلي على الجونه 1-0، فوز الاهلي على بيراميدز 3-0، دي المباراه اللي نقلناها لحضراتكم هنا على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، والتعادل الايجابي مع وادي دجله 2-2. ايضا فوز الاهلي على الاتحاد 3-0، التعادل الايجابي 1-1 مع مصر المقاصه، تعادل مع النجوم 1-1، فوز الاهلي بنتيجه كبيره ودي اكبر نتيجه للنادي الاهلي في مشوار بطوله دوري الجمهوريه 2001، فوز الاهلي على انبي في ملاعب الناشئين مدينه نصر 7-0، فوز طلائع الجيش دي ثاني خساره للنادي الاهلي 1-0 من طلائع الجيش، فوز الاهلي على سموحه 3-1، والمباراة الأخيرة اللي حسمت بطولة الدوري رسمي وهي فوز الأهلي على المقاولين العرب في ملعب الجبل الأخضر 3-1. ده كان مشوار الأهلي في بطولة دوري الجمهورية 2001 تحت 17 سنة. هنشوف بقى ترتيب فرق مواليد 2001. الأهلي في الصدارة لعب 31 مباراة، فوز في 23، تعادل في 6 ماتشات وخسارة في ماتشين. أقوى خط هجوم 84 هدف، دخل مرمى 21 هدف، متصدر أو حصل على بطولة الدوري 75 نقطة. يأتي طلائع الجيش في المركز الثاني 65 نقطة، مصر المقاصة في المركز الثالث، متروجيت في المركز الرابع عفوا، الزمالك في المركز الخامس، المقاولين العرب في المركز السادس، السابع إنبي، الثامن حرس الحدود، التاسع الإنتاج الحربي. أيضا نجوم إف سي في المركز العاشر، سموحة في المركز ال11، 12 الاتحاد السكندري، 13 المصري، 14 بيراميدز، 15 وادي دجلة، 16 الاسماعيلي، 17 الداخلية، وفي المركز الاخير في 18 فريق الجونة. ده كان ترتيب فرق مواليد 2001 في بطولة دوري الجمهورية اللي حسمها النادي الاهلي مبكرا كالعادة. فريق النادي الاهلي ما شاء الله عندنا هذا الفريق دايما بيقدم ارقام مميزة، وكمان بالمناسبة الفريق ما شاء الله مليء بالمواهب. المواهب الموجودة داخل منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين، وكمان بتصعد للدرجه الاولى. هروح دلوقتي علشان استقبل بعض لاعبي فريق 2001، ان شاء الله هنستقبل الفرقه كلها والجهاز الفني، بس دلوقتي هستقبل بعض لاعبي فريق 2001. Oh.
في البداية برحب طبعا ببعض لاعبي فريق 2001، والنهاردة إن شاء الله هنستقبل الفريق كله والجهاز الفني، لكن هسيب في البداية كل لاعب يعرف نفسه ومركزه لجماهير النادي الأهلي. هنبتديها من اسمي يوسف الشوة، بلعب في النادي الأهلي بقالي 12 سنة، المركز بتاعي سترايكر. أبو وهاب علي، بلعب فرود ليا 7 سنين في النادي. محمد أشرف، بلعب باك ليفت بقالي 3 سنين في النادي. محمد سلامة، بلعب هاف ليفت بقالي 7 سنين في النادي. يوسف عبد القادر، بلعب باك رايت وهاف رايت وهاف ليفت بقالي 6 سنين في النادي. عمر رزق، بلعب هاف رايت بقالي 4 سنين في النادي. أحمد سعد عبد المنعم، بلعب باك رايت بقالي 8 سنين في النادي. شادي رضوان، هاف ليفت وهاف رايت بقالي 11 سنة في النادي. عمر حجاج، بلعب باك رايت وديفندر بقالي 4 سنين في النادي. معاذ انور، بلعب ديفندر وسرد باك بقالي 5 سنين في النادي. طيب هنبتدي مع معاذ انور، بقاله 5 سنين بيلعب مساك وديفندر. قول لي بقى يعني البطوله السنه دي وانتوا ما شاء الله حسمتوها قبل المسابقه بثلاث ماتشات. دايما يعني 2001 معودينا في النادي الاهلي ما شاء الله بيحسم البطوله من بدري على مدار ثلاث سنين. هل انتوا كلاعيبه بتقعدوا مع بعض قبل بدايه الموسم بتتفقوا مع بعض وبتتكلموا مع بعض ان احنا دايما كل سنه عايزين نحقق نفس اللي احنا بنحاول السنه اللي فاتت يا معاذ؟ اكيد طبعا، مروان مع بعضه بنتفق اللي احنا عاوزين، اللي هو عاوزين نعمل حاجه لنفسنا، اللي احنا نكون نحسم الدوري قبلها بفتره. تمام. اللي احنا نجهز نفسنا يعني للدرجه الاولى والمنتخب. تمام. قول لي بقى مين ماسك الاعلى في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ الفريق الاول تحب تتفرج على مين او تقعد تتفرج على مين عشان تتعلم منه؟ سعد سمير وايمن اشرف. خلي بالكو بيقول سعد سمير وايمن اشرف كانوا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وخارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله دلوقتي موجودين في مع الفريق الاول بالنادي الاهلي وما شاء الله متالقين. يعني هنروح لعمر حجاج. عمر حجاج، مركزك ايه يا عمر؟ بلعب باك يمين وتندر ومساك. باك يمين. طب كويس ما شاء الله، احنا واخدين الاول خط الديفنس في الاول. قول لي بقى مين مسلك الاعلى في الفريق الاول؟ كابتن احمد فتحي طبعا. احمد فتحي. طبعا. احمد فتحي ما شاء الله روح قتاليه عاليه طبعا داخل الملعب. كابتن احمد، قول لي بقى اصعب الماتشات اللي واجهتكم السنه دي في 2001 كان مباراه ايه؟ والله هو يعني الماتشات طبعا كلها، يعني اي فرقه بنقابلها بيبقى هو تركيز واحد، بناخد الثلاث نقط من اي فرقه بنلعبها، فما عندناش فرقه يعني اصعب ماتش، وهي بتبقى على حسب ظروف الماتش الضغط الماتشات. احنا عايزين دايما نخلص ماتشاتنا بدري ونحسم بدري، بس يعني الحمد لله كله زي بعض، يعني ما بنفكر فيهم هم ثلاث نقط كل الفرق. طبعا زي كله زي بعض. تمام. هنروح لشادي رضوان. شادي رضوان، الاول بنقول لك الحمد لله على السلامه، طمن بقى جمهور النادي الاهلي اخبار الاصابه ايه؟ ما شاء الله بدات ترجع تاني للملاعب وتتالق يعني. ربنا يخليك يا كابتن، الله يسلمك. طبعا الحمد لله بقالي فتره يعني مش كبيره لسه راجع، بقالي فتره صغيره. طبعا الحمد لله بشكر الجهاز الطبي في النادي الاهلي والنادي الاهلي على الفتره اللي النادي وقف معايا فيها، طبعا ما قصروش في اي حاجه. محدش قصر خالص. لا خالص. اول يوم حتى لما الاصابه اتجددت تاني برضه وقفوا جنبك. طبعا النادي الاهلي يعني النادي الاهلي معودنا على النقطه دي ان هو ما بيتخلاش عن ولاده، يعني الحمد لله طبعا وقفوا معايا وقفه كبيره جدا طبعا. طيب قول لي بقى شعورك ايه وانت ما شاء الله جريده الجارديان البريطانيه بتتكلم عن يعني واحد من ناشئين النادي الاهلي. جريده الجارديان البريطانيه دي من اكبر الصحف الموجوده في العالم، اتكلمت في التقرير بتاعها عن نجوم ريال مدريد وبرشلونه وليفربول وتشيلسي وفي كل نجوم العالم، اسم شادي رضوان لما يكون موجود من ضمن نجوم العالم، شعورك ايه بقى يا شادي؟ طبعا يا كابتن الواحد يعني اما بتشوف نتيجه التعب اللي انت تعبته بقالك كذا سنه بتبقى فرحه حتى في البيت، يعني فرحه غير عاديه يعني. فطبعا وبترجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما هو اللي بيعلم ولاده دايما ان هو يبقوا واقفين على رجليهم ودايما يظهروا بمظهر يشرف النادي الاهلي طبعا. فالنادي الاهلي هو اللي ليه كل الشكر طبعا يعني. تمام. هنروح للكابتن احمد سيد عبد النبي. احمد سيد عبد النبي باك رايت؟ باك رايت. ما احنا واخدينها بقى الباك رايت بس خدنا شادي رضوان في النص كده، ايه واحد بيحرز اهداف. احمد سيد عبد النبي قال لي هنا مثله الاعلى احمد فتحي، مين مسك الاعلى؟ كابتن طبعا احمد فتحي ده. كابتن احمد فتحي. احمد فتحي ما شاء الله زي ما بقول لك من الروح القتاليه العاليه داخل الفريق، يعني حتى لو في الثواني الاخيره والنادي الاهلي متعادل دايما من اللعيبه اللي يعني بتبث روح الحماس دايما في كل اللعيبه. قول لي بقى احنا اتكلمنا عن يعني ماتش كان من الماتشات اللي كانت صعبه، قال لي كل الماتشات والفرق كلها بنحترمها يعني في مشوار الدوري. قول لي بقى اسهل مباراه انتوا قابلتوها ويعني حققتوا فيها نتيجه كبيره كانت مباراه ايه؟ هو متهيألي ما فيش ماتشات سهله، يعني كل الماتشات احنا بالنسبه لنا ماتشات ماتشات كؤوس. ماتشات كؤوس. اهم حاجه ان احنا نكسب بس ناخد الثلاثه بونت. كابتن احمد سراج دايما بيكلمكم في النقطه دي؟ اكيد طبعا.
كل تمرين بيكلمنا فيه اصلا. تمام يعني تمام. دايما الكابتن احمد صادق بيكلمكم في كل تمرينه ان لازم دايما نكسب كل مباراه كل فريق نحترمه. اكيد طبعا. قول لي ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من الكابتن احمد سراج والجهاز الفني ايه؟ ابرز الحاجات ان هو بيدينا حماس واحنا في الملعب وما يخليناش نهدى كده. دي ابرز حاجه حسيتها فيه يعني. تمام. نروح لعمر رزق. عمر رزق مركزك يا عمر؟ انا بلعب هاف رايت. هاف رايت في الحته اللي قدام. قول لي بقى مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي وبتحب مين تتفرج عليه، تحب مين تتعلم منه؟ انا بحب طبعا كابتن وليد سليمان. وليد سليمان. وليد سليمان ما شاء الله، يعني بالرغم انه ما خرجش من قطاع الناشئين وتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن كان سجل كلمه وقال النادي الاهلي يعني ممكن تضحي باموال كتير او بكل الاموال في حياتك، لكن النادي الاهلي دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله وليد سليمان برغم انه ما خرجش من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن علامه مميزه دايما عند جمهور النادي الاهلي. قول لي بقى عمر، ابرز التعليمات دايما الكابتن سراج حريص انه يوجهها لكم يعني. الكابتن سراج طبعا شغال معانا من اول السنه، يعني بيتعب معانا على طول يعني، وبيطلع كل اللي عنده معانا. هو بيقول على طول ما تستلمش من الحركه يعني استلم من الحركه، انت لجوه استلم لبره، وانت لبره استلم لجوه، تستلمش وانت واقف عشان الكوره يعني مثلا تبقى تحت رجلك ومستلمها صح. تمام. اصعب ماتش ايه كان السنه دي في الدوري؟ لا احنا عندنا كل الماتشات صعبه الصراحه، كل الفرق بتيجي تلعبنا بالنسبه لنا ده ماتش بطوله، حتى الكابتن سراج مثلا في المحاضره بيقول نعتبره ده ماتش البطوله، يا تكسبه يا تخسر الدوري. انا عاجبني قوي الروح والكلام اللي بتتكلموا فيه، يعني ما شاء الله انا بستعرض المشوار في نتائج 7-0 وفي نتائج 6-1 وفي 6-0 و5-0، يعني احترامك للمنافس دايما هو اللي بيخلي النتيجه كده. كلنا حتى الكابتن سراج قبل مثلا تراي ماتش او قبل الماتش بيوم بيقول لنا بكره ده ماتش البطوله، يا تكسبه يا تخسر الدوري، ده بالنسبه لكم ماتش البطوله. تمام. هنروح بقى للكابتن يوسف عبد القادر. يوسف قول لي بقى يوسف مركزك ايه؟ انا بلعب باك رايت وهاف رايت وهاف ليفت، بس السنه دي الكابتن احمد سراج كان موظفني شويه تحت الفراوده. طيب قول لي بقى، سجلت هدف السنه دي ولا ما سجلتش؟ سجلت هدف واحد. سجلت هدف واحد في نادي الداخليه. في نادي الداخليه. ما هو النتيجه المباراه خلصت 6-1. كنت انا جايب السادس. طب كويس. طيب كويس هايل. هنروح دلوقتي للكابتن محمد سلامه. محمد سلامه قول لي بقى مركزك ايه يا محمد؟ هاف ليفت. هاف ليفت. هاف بيسموك ايه في الفرقه يا سلام؟ سلامه. مفيش اسم شهره؟ لا سلامه. طيب انا عايز بقى اعرف اسماء الشهره دايما اللي بتطلق عليكم، يعني دايما حتى في المباريات معانا فاروق صلاح دايما بتلاقي فيه اسماء كده بيسمي بعض اللعيبه. شادي رضوان كان بيسميك ايه؟ الفراري. يعني يبقى ان شاء الله نخلي اسماء شهره لكل واحد. محمد سلامه قول لي بقى، انت تحت المهاجم ناحيه الشمال، مين مثلك الاعلى في النادي الاهلي؟ هو كابتن وليد سليمان، والفتره الاخيره دي كان ناصر ماهر برضه ادى بشكل كويس مع النادي الاهلي. وليد سليمان. تمام. قول لي بقى كابتن احمد سراج والجهاز الفني بياخدوكوا في تمرين تخصصي دايما، مثلا ممكن ياخد الجزء الامامي والمهاجمين ويشتغل معاهم انهاء الهجمه على المرمى والكلام ده؟ ايوه، بيبقى في يوم مثلا بيمرنا على التكتيك قبل التراي ماتش، يعني بيبقى مثلا ماتش يوم الجمعه، فهو بياخدنا يوم الاربعاء مثلا بيعمل لنا التكتيك على الجون. المهاجمين، وساعات برضو كابتن ممدوح وكابتن زكريا بياخدوا المغربي ومعاذ الناحيه الدفاعيه بيمرنوه. تمام. ده شغل تخصصي وده مهم جدا في الكوره، انك انت لو انت بتلعب مدافع او تحت المهاجم ان دايما يبقى ليك شغل تخصصي لوحدك غير شغل الفريق، ده كمان بينمي من قدراتك. هنروح دلوقتي للكابتن محمد اشرف باك ليفت بتاعنا. محمد اشرف قول لي بقى السنه دي باك ليفت طبعا محمد اشرف. طيب ايه رايك في معلول الاول؟ بسم الله ما شاء الله، يعني نجم مصر الاول. نجم مصر الاول. طيب انا عايزك بقى تقعد، نصيحه مني ليك، اقعد اتعلم من معلول، شوف تحركاته داخل الملعب، شوف بيعمل ايه، والنادي الاهلي بيهاجم وشوف النادي الاهلي بيدافع قدراته. معالي معلول طبعا نجم كبير ونجم يعني من نجوم النادي الاهلي. قول لي السنه دي صنعت كام هدف الاول؟ صنعت حوالي 20 هدف. 20 هدف ما شاء الله، يعني وجايب 6 جوان. ده انت كده هتعدي علي معلول كمان. صنعت 20 هدف وتسجيل 6 اهداف ما شاء الله. مين مثلك الاعلى؟ قلنا علي معلول. كابتن علي معلول. طب عالميا بقى مين؟ كابتن روبرتسون بتاع ليفربول. بتاع مين؟ روبرتسون بتاع ليفربول. ليفربول. طيب عايز اعرف مين اللي قاعد في الاستراحه؟ ايوه مين في استراحه الناشئين؟ محمد اشرف. استراحه الناشئين. ما شاء الله في عدد كبير في استراحه الناشئين. خلي بالكم انا لما كنت ناشئ قدكم كنت قاعد في استراحه الناشئين بالنادي الاهلي، واول ناس فتحنا الاستراحه كنت انا وكان الكابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، كان الكابتن احمد بلال وكتير من النجوم. اول ما ابتدينا استراحه الناشئين فتحوها في نادي نصر كنا احنا المجموعه اللي كنا موجود.
طيب هنروح بعد كده للكابتن عبد الوهاب علي. كابتن عبد الوهاب بيلعب فرود وجاب 16 هدف في الدوري الحمد لله. وانا عارفك طبعا عامل لاعب مهاجم وجاب كم هدف؟ 16 هدف الحمد كم؟ لله. 16 16 السنه دي في الدوري ما شاء الله، ده انت متصدر يعني هداف هداف الدوري. لا وفي واحد اعلى مني بس ما اعرفش كم هدف يعني. في هدف ما اتحسبش ولا لا لا في واحد متصدر يعني بس ما شاء الله رقم يعني رقم برضو رقم محترم انك تسجل 16 هدف في بطوله قويه هي بطوله دوري الجمهوريه فدي حاجه يعني السنه اللي السنه اللي فاتت كنت جايب 24 هدف في 20 ماتش كنت عامل 10 بيلن و10 اسيست. تمام ما شاء الله الحمد لله. قول لي بقى بالمناسبه عبد الوهاب علي من الصعيد من الاقصر وتحيه طبعا لاهل الاقصر كلهم يعني الاقصر كلهم اهلاويه ما شاء الله وتحيه للاقصر انهم بيتابعونا دايما في برنامج الاشبيل. قول لي بقى مين مسلك الاعلى من مهاجمي الاهلي؟ مهاجم الاهلي كان كابتن عماد متعب وكنت انت وكابتن عماد متعب انتوا الاثنين. لا بس احنا خلاص بطلنا عبد الوهاب، انا عايز حد دلوقتي بيلعب مين؟ دلوقتي كابتن مروان محسن. كابتن مروان محسن ما شاء الله، مروان محسن برضو يعني بيعيش افضل فتراته مع طبعا مع وليد ازارو مع صلاح محسن. والناس بالمناسبه عرفت عبد الوهاب علي هنا من برنامج الاشبال ومن ملعب الاشبال. هنروح ليوسف الشوا. قول لي بقى يوسف مركزك ايه؟ بلعب سترايكر. سترايكر زي عبد الوهاب علي. شاركت السنه دي في مباريات؟ شاركت في مباريات كتير بس كصب يعني مش ابتديت ماتش واحد كان ماتش الاتحاد وسجلت فيه هدفين ما شاء الله، ولعبت ماتش المقاولين وسجلت فيه هدف. تمام. ماتش النجوم المقاولين الاخير ولا اللي في الدور الاول؟ الدور الاول. الدور الاول ده اللي تعادل، ده بالتعادل اللي جاب 2-2. قول لي بقى مين مسك الاعلى يعني؟ عبد الوهاب قال لي مروان محسن. وليد ازارو عشان لعيب مقاطر يعني. وليد ازارو طيب وليد ازارو طبعا يعني مهاجم مميز داخل النادي الاهلي ويعني من احد الحلول الايجابيه لفريق النادي الاهلي. طيب وليد ازارو مين عالميا؟ روبرتو فيرمينيو. تمام. ده نجم ليفربول؟ نجم ليفربول. تمام. مين بقى هنا المشاغب في الفريق؟ يعني انا ما شاء الله انا شايفكم على الهوا نسمه. الناس يعني صوتها مش طالع. مين سلامة؟ هو سلامة ده سلامة. انا شايف سلامة يعني هادي جدا وما بيتكلمش صوته مش طالع. اكتر واحد اسماعيل ياسين يا كابتن. خلي بالك انا هسال الكابتن احمد سراج وهنعرف مين المشاغب ومين اللي بيعمل دايما حركات. بنشكركم يا شباب وهنروح دلوقتي هستقبل ايضا بعض لاعبي فريق 2001 اللي حاصل على بطولة الدوري قبل انتهائه بثلاث مباريات. عايز يطلع شادي، عدت شادي، شادي العرضية، العرضية جول 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 جوه جول. ضربة البداية والرواية يبدأها عبد الوهاب علي. عبد الوهاب يلحن وعبد الوهاب يضع الهدف الأول واللحن الأول للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي. هدف أول لكن شوف التمريرة عملها عمر رزق وضرب دفاع نادي الإسماعيلي. أشرف يلعب لشادي رضوان، شادي يطلع اشرف هيظبط يلعبها عرضيه الراسيه جول. لا جول 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 جوه جول. عبد الوهاب عبد الوهاب بيلحن، عبد الوهاب بيعزف والكروس العرض الجميل والاهلي من البدايه هل من مزيد من الاثنين. فكر ان هو يلم ويعدي ولا يستنى حد يسند عليه. اتقطعت الكوره حماده الفيل مره ثانيه. عبد الوهاب لحماده الفيل، عدى حماده، حماده الفيل، الفيل هيعدي هيمر، شاد حط راجل جول 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 جوه جول. الفراري الفراري شادي رضوان والثلاثيه الحمراء، ثلاثيه حمراء للنادي الاهلي في شباك الاسماعيلي. عبد الوهاب يلمس عمر رزق يسندها مره ثانيه. شادي شادي هوب جول 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 جوه جول. والهدف الثاني للنادي الاهلي. وايضا مستقبل بعض لاعبي فريق 2001. كنا استقبلنا في الجزء الاولاني بعض اللاعبين ودول بعض لاعبي برضو 2001 الحاصلين على بطولة دوري الجمهورية تحت 17 سنة. هنبتديها مع يوسف. يوسف عتنان اتفضل قدم نفسك ومركزك. اسمي يوسف عتنان، بلعب ديفندر، بلعب باك ليفت وبلعب سيرد باك. تمام. بقالي 12 سنة في النادي. تمام.
هنا عمرو بلعب مساك بقالي 5 سنين. طه محمود بقالي 4 سنين في النادي وبلعب ديفندر. فادي وليد بقالي 3 سنين في النادي بلعب هاف ليفت وهاف رايت وتحت الفيرون. مصطفى هشام بلعب هاف رايت وهاف ليفت وبقالي 3 سنين في النادي. محمد ياسر بلعب فرويد واول موسم ليا في النادي. اول موسم ليك في النادي الاهلي. محمد السيد بلعب باك ليفت وينج رايت اول موسم ليا في النادي. حسام ياسين بلعب تحت الفرود وديفندر واول موسم ليا في النادي. حمد الفيل بلعب جوكر وبلعب بقالي 4 سنين في النادي. هنبتدي مع حمد الفيل. حمد الفيل بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ 4 سنين. قول لي بقى المدربين اللي اتمرنت معاهم في النادي الاهلي مين؟ اول واحد الكابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي. بعد كده اتمرنت مع كابتن محمد شرف واتمرنت مع كابتن اسحاق اول واتمرنت مع كابتن امين عرابي. امين عرابي، قول لي بقى، انا سالت زمايلك قلت لهم اصعب الماتشات فقالوا لي كل الماتشات عندنا مفيش ماتش سهل، كل المباريات صعبه. عايز اسالك تاني، فعلا يعني في مباريات سهله في بطوله دوري الجمهوريه ولا فعلا دوري قوي؟ لا دوري قوي طبعا ومفيش مباريات سهله عندنا، واحنا دايما كابتن احمد معودنا اللي احنا بناخد كل ماتش وماتشه بنلعب مين، ما تفرقش معانا احنا بنلعب مين، اهم حاجه المكسب بس. كل حاجه اهم حاجه دايما في كل مباراه ده الدور على المكسب. هنروح لحسام ياسين. حسام مركزك ايه؟ تحت الفيرود. تحت الفيرود. شاركت السنه دي في مباريات؟ شاركت في 5 مباريات أو 6 وكنت بنزل الشوط الثاني يعني، والحمد لله ان شاء الله الفتره الجايه هيكون احسن باذن الله. تمام. مين هنا اللي في صراحه الناشئين؟ في عندنا هنا عمرو وعندنا محمد. وانت موجود في صراحه الناشئين محافظه ايه؟ محافظه المنيا. محافظه المنيا، تحيه لاهل المنيا طبعا والصعيد دايما اللي بيطلع مواهب. هروح دلوقتي لمحمد سيد. محمد سيد مركزك ايه يا محمد؟ بلعب وينج رايت وباك ليفت. وينج رايت وباك ليفت. انت اشول ولا ايمن؟ اشول. طب كويس، مين مسك الاعلى الفريق الاول؟ علي معلول ووليد سليمان. علي معلول ووليد سليمان. قول لي بقى، تقعد تتفرج على وليد سليمان وعلي معلول علشان تتعلم منهم؟ بتفرج على طول كل ماتش. طب قول لي بقى بتتعلم ايه يعني وانت قاعد بتتفرج، ابرز الحاجات اللي ممكن تتعلمها من نجم زي وليد سليمان ولا علي معلول؟ انا بحاول انا اتعلم اوفرات من علي معلول وتحركه وتحرك وليد سليمان برده وتمركزه وذكائه ورؤيته للملعب واستلامته للكوره وكده. تمام. هروح للكابتن محمد ياسر. مركزك يا محمد؟ انا بلعب فرويد ولسه جاي من شربين اول موسم ليا. من شربين. شربين منصوره. ايوه المنصوره. تمام ما شاء الله، يعني جسمانيا ما شاء الله وفي طول. شاركت السنه دي؟ في 5 لقاءات باين او 6. ولعبت ماتش مصر المقصه، نزلت بديل وجبت جون يعني. طب كويس. مباراه مصر المقصه على ما اعتقد هي اللي يعني من ضمن المنافسين للنادي الاهلي السنه دي في بطوله دوري الجمهوريه. اصعب مباراه شفتها كانت مباراه ايه؟ والله كل الماتشات بتبقى صعبه، بس احنا طبعا ما بيفرقش معانا حد. احنا النادي الاهلي هم اتربوا على كده ويعني بس. تمام. طيب هنروح لمصطفى هشام. مصطفى قول لي مركزك ايه يا مصطفى؟ بلعب هاف رايت. هاف رايت. بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين. مين بقى المدربين اللي اتمرنت معاهم في خلال ال3 سنين؟ اتمرنت مع كابتن محمد شرف 2 سنين وثالث سنه مع كابتن احمد سراج. منين يا مصطفى؟ من الشمس. بالقاهره يعني؟ قاهرة. مش مغترب، مش في صراحه الناشئين. لا القاهره. طيب يعني ما شاء الله على مدار ال3 سنين 2001 بحقق البطوله. تمام. السنه دي بقى يعني شاركت في مباراه انبي 7-0؟ لا ما شاركتش. شاركت مباراه ما شاركتش فيها. ايه المباريات اللي انت شاركت فيها وكنت موجود فيها؟ شاركت في كذا مباراه بس يعني مش متذكر دلوقتي. كذا مباراه. طب احلى مباراه ليك كانت السنه دي كانت ايه؟ ماتش مصر المقصه. مصر المقصه. تمام كويس. هنروح دلوقتي للكابتن فادي وليد. فادي قول لي بقى مركزك ايه؟ بلعب هاف ليفت وهاف رايت وتحت الفيرود. وتحت الفيرود. بتفكرني انت بمين؟ روبرتو كارلوس ولا ميسي؟ مين قول لي مين مثلك الاعلى؟ كابتن وليد سليمان وناصر ماهر وصالح جمعه. صالح جمعه. ما شاء الله. انا يعني عاجبني فيكم كمان انكم دايما يعني وليد سليمان بالرغم لسه بقول لزمايلك دلوقتي ان هو ما ترباش داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي، لكن نجم. نجم دايما بادائه داخل الملعب تحس ان هو متربي داخل النادي الاهلي في كل المباريات، دايما عنده الغيره والحماس انه ما يخسرش مباراه. فاتمنى ان شاء الله يعني تكون يعني تاخدوا الحاجات دي من وليد سليمان. وليد سليمان فعلا نجم كبير. قول لي بقى فادي، كابتن سراج بقى وتعليماته، ابرز التعليمات ايه اللي دايما كابتن سراج بيقولها لكم دايما في خلال مشوار الدوري؟ هو دايما بيحفظنا تحركاتنا وازاي نبتدي هجمه علي صوتك وقرب المايك شويه.
تحركاتنا وازاي نبتدي هجمه ونتحرك من غير كره ازاي. آه. ولما يبقى واحد على واحد اعدي وكده بيشجعنا في حاجات كتير يعني دايما بيبقى حريص عليها كابتن احمد سراج. طيب هروح للكابتن طه. قول لي بقى طه مركزك ايه؟ بلعب نص ملعب ديفندر وتحت الفيرود. مين عندنا الديفندرات في الفريق؟ انا وعثمان طه حجاج وعثمان ومين تاني؟ وكوكا عربي وعربي بدر وحجاج حاجه ما شاء الله يعني عاملين ماتشات السنه دي قوي. شاركت في مباريات السنه دي يا طه؟ اه كتير الحمد لله كتير. احرزت اهداف؟ هدف. احرزت اهداف؟ في الزمالك. احرزت في الزمالك؟ طيب ما شاء الله انتوا هتاخدونا الرقم دلوقتي. انتوا لعبتوا الزمالك كم مباراه خلال السنين اللي فاتت؟ لعبنا حوالي خمسه. خمس مباريات؟ مثلا. خسرتوا في مباراه، النتائج كانت ايه؟ كانت 2-1. يعني كلها صفر. فوز يعني 3-0. طيب احنا بقى عشان بس عايزك تعلي صوتك شويه علشان ان شاء الله عندنا مباراه اهلي وزمالك الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث ده، هنذاعها لكم هنا على قناه النادي الاهلي ان شاء الله مباشره، ونعمل لكم استوديو تحليل وملعب ان شاء الله من ملاعب الاشبال. هنروح للكابتن هاني عمرو. قول لي بقى هاني مركزك ايه؟ مساك. مساك. مساك ما شاء الله، بس انا ما شاء الله شايف صوتكم هادي، بس في الملعب بلاقيكم حاجه ثانيه يعني. هنا كده صوتكم هادي جدا ونسمة، بس الكابتن احمد سراج بيقول لي يعني لا يعني في الملعب ما شاء الله حاجه زي الفل. قول لي بقى مساك، السنه دي ما شاء الله كنا زعنا مباراه على شاشه قناه النادي الاهلي، كنت احرزت انت الهدف ماتش الداخليه. طيب قول لي بقى، الكابتن احمد سراج دايما كان كره ثابته صح كده؟ ركنيه. كانت ركنيه. دايما الكابتن احمد سراج بيكلمك في الكرات الثابته انك دايما تطلع فيها؟ بيكلمني يقول لي اطلع فيها وتروح على الكوره. ما علي صوتك وقرب المايك شويه. بيقول لي روح، بيقول لي اطلع والكوره بتلعب، روح لها ما تستناهاش تجي لها، وبيمرنك دايما عليها. طيب في مباراه انبي احرزت هدفين برضه. ثلاثه. احرزت ثلاث اهداف. ما شاء الله، انت هتنافس عبد الوهاب علي هداف الفريق وانت بتلعب مساك. ان شاء الله. ما شاء الله، كان في مباراه انبي احرزت ثلاث اهداف. طيب قول لي بقى، مين مثلك الاعلى في الفريق الاول في المساكين؟ ايمن اشرف وحجازي. ايمن اشرف وحجازي، حجازي نجم النادي الاهلي سابقا ونجم منتخب مصر. طب اتفرجت على وائل جمعه؟ كابتن وائل جمعه؟ شفت وائل جمعه؟ انا اصلا لعبت مع وائل جمعه طبعا، ما شاء الله وائل جمعه كان صخره، يعني وائل جمعه من اللعيبه المدافعين اللي ما كانش بيهزر ولا في تمرين ولا في مباراه، كل حاجه عنده جد، فما شاء الله من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي وفي افريقيا كمان. صح، كنت على طول لما كنت الاقي ماتش اهلي واي فرقه اول جمعه كنت بقعد اشوفه بيتحرك ازاي وكان بيعتمد على الكوره، ما كانش بيخاف من حاجه، على طول يعتبر رقم واحد في افريقيا مش في مصر بس. تمام، هنروح ليوسف عثمان. قول لي بقى يوسف مركزك. بلعب ديفندر وباك شمال وثيرد باك. ديفندر مساك وباك شمال. مين مثلك اللي على الفريق الاول؟ انا طبعا قدوتي دايما هي كان كابتن محمد ابو تريكه بره الملعب وجوه الملعب، دلوقتي كابتن حسام عاشور. حسام عاشور، تحيه ليك طبعا حسام عاشور، يعني من ناشئين النادي الاهلي ما شاء الله، نجم كبير، كابتن فريق النادي الاهلي، وكمان على مدار سنوات طويله حسام عاشور دايما اساسي في الفريق الاول سواء مع مدرب اجنبي او مع مدرب مصري. قول لي بقى، انت بتقعد تتفرج على حسام عاشور او دلوقتي بيلعب ممكن عمرو السوليه كريم ندفد، تتعلم ايه منهم؟ طبعا بتفرج دايما على التحركات في الهجوم وفي الدفاع، ازاي بيستخلص الكوره، ازاي بيكمل برده لما بعد الكوره تبقى هجوم بيكمل تحت الكوره، ازاي يقف ويغير الملعب. طبعا بتفرج عليهم بتعلم حاجات كتير طبعا منهم. طيب البطوله السنه دي فعلا قويه يا يوسف؟ طبعا قويه جدا، كل الفرق بتنافس، كل الفرق عايزه تكسب الاهلي وتعمل حاجه ضدنا، واحنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه وكسبنا كل الماتشات الحمد لله. طبعا تعثرنا في كذا ماتش بس طبعا كان في مباراه، كان ماتشين انتاج الحربي وكان في طلاع الجيش بس طبعا بعديها استعدنا على طول قوتنا وكسبنا على طول الماتشات اللي بعديها يعني الحمد لله. تمام، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق يا شباب. هروح دلوقتي برضو وهستقبل بعض من الجهاز الفني لفريق 2001 اللي حاصل على بطوله الدوري قبل انتهاء البطوله بثلاث مباريات. جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق محمد مغربي، يرفع رصيده من الاهداف للهدف رقم 3. احمد نبيل كوكا، احمد نبيل يلعبها في اتجاه الفراري، شادي 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 شادي، جول 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 الفراري شادي رضوان، هيلعب محمد اشرف واثنين النادي الاهلي، يلعب ويعلق اشرف
مغربي يطلع بضربة رأس عدت عبد الوهاب جول 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 جول. لعبة القط والفار ما بين عبد الوهاب وشادي رضوان الاتنين بيتنافسوا على هداف الدوري. عبد الوهاب بيقول لشادي انت جبت السابع وانا كمان جبت الهدف السابع. يسلم لمعاذ، معاذ لعمر رزق، اعدل نفسك يا عمر. يلعب لاحمد سيد عبد النبي، احمد سيد، احمد سيد عايز يعدي، عدى عدى عبد النبي، عدى عبد النبي يا راجل. هو جول 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 جول، عمل الموال والحكايه احمد سيد عبد النبي، عدى احمد سيد عبد النبي الولد الصغير الولد مواليد 2002، عدى ويلعب عرضيه بعرض الملعب يا بيلا محمد سلامه عشان يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. كوكا يلعب ليوسف عبد الحميد، يوسف يوسف عايز يعدي، عدى يوسف، يوسف يلعب لكوكا، كوكا بعرض الملعب يا راجل من بدري من بدري، يلعب يلعب لعمر رزق، يلا يا عمر بقى، يلا بقى يلا يا راجل بقى، مش ممكن. جول 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 جول، هدف خامس عمر رزق، حمد لله على السلامه، حمد لله على السلامه. عمر رزق يحرز الهدف الخامس للنادي الاهلي، خماسيه للنادي الاهلي، هدف خامس عن طريق عمر رزق. يضغط سلامة، سلامة يا ولد يا سلامة، سلامة الوقت اللي لعبه سلامة كان من العناصر على سلامة، سلامة في الجول، في الجول، جول جول جول، جوه جول محمد سلامة، يا ولد يا ولد يا ولد يا سلامة، هدف رائع وهدف جميل للنادي الأهلي. لعب في اتجاه عبد الوهاب، كعب القدم فين يا عبد الوهاب؟ حمادة الفيل وهي جاية، عبد الوهاب عدى، يلعب عرضية حمادة، عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول الفراري، الفراري موهبة النادي الأهلي وموهبة مصر، شادي رضوان يضع هدف رائع، هدف جميل، أجمل أهداف هذا الأسبوع، شادي رضوان يا ولد يا ولد يا ولد يا شادي، هدف الأول للنادي الأهلي. لكن عبد الوهاب هيلعب، أحمد سيد عبد النبي يلعب ويعلق، عبد النبي، عبد الوهاب يطلع عدت أسرع، جول 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 جول، جوه جول، الهدف الثاني للنادي الاهلي. اللاعب احمد اشرف قال كابيتانو احمد اشرف، قلت لحضراتكم لو فكر احمد سراج في حل هجومي هيكون هو اللاعب احمد اشرف، وبالفعل احمد اشرف قال كابيتانو يعود من جديد ويظهر ويضع هدف ثاني بضربه راس قويه يسكنها الشباك. هيلعب محمد اشرف، ركلة حرة للنادي الاهلي، ولقاء مثير في شوطه الثاني ما بين الاهلي وبيراميدز. اللعبة تتعلق في اتجاه لعب مغربي، جول جول جوه جول، عبد الوهاب، عبد الوهاب اللحن من الحان، عبد الوهاب وعبد الوهاب الحدودي ابن الصعيد، ابن الصعيد وابن محافظة العالم شاهد على امجاده. بنجهز تحية بحضراتكم، برحب ببعض من جهاز الفني لفريق 2001 اللي حصل على بطولة دوري الجمهورية قبل انتهاء البطولة بثلاث ماتشات. هنبتديها مع الكابتن ممدوح عبيد. ممدوح عبيد مدرب الفريق. مدرب الفريق، قول لي بقى السنة دي أول ما ابتديتوا الموسم وبدأتوا بقى تجهزوا، ما شاء الله 2001 يعني حصل على البطولة بقاله كذا سنة، فكان في تحدي السنة دي برضو من الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سراج وكل طبعا الجهاز الفني إنكم تاخدوا برضو البطولة بنفس الأرقام القياسية يا كابتن ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم. هو إحنا أول ما استلمنا الفرقة يا كابتن طبعا هم بقى لهم سنتين أو ثلاثة بياخدوا البطولة، وفرقة من الفرق اللي في النادي المميزة تمام. فكانت دي عاملة عبء علينا إن إحنا لازم برضو إحنا كمان نعمل بصمة وناخد البطوله برضو نفس الارقام اللي هم كانوا بيحققوها. يعني كابتن شرف الصراحه وكابتن اسحاق اول كانوا عاملين فرقه كويسه السنه اللي فاتت، احنا خدناها استلمناها، عملنا تحدي بينا وبين نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا ولازم ناخد البطوله برضو ونحقق ارقام، فربنا كرمنا في اخر الموسم ان احنا الحمد لله كسبنا البطوله قبلها بثلاث ماتشات. شرفتنا انت في حلقه من حلقات برنامج الاشبيه قبل كده، كنت مع حضرتك انا وكوكا، انت وكوكا، احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا. قول لي بقى في عندنا فعلا مواهب داخل 2001؟ الحمد لله الحمد لله، يعني الفرقه عندنا كلها مواهب، يعني الواحد لو جه دلوقتي يعدد اسامي يعني ممكن ينسى حد، فهم بسم الله ان شاء الله فيهم عدد كبير قوي ان شاء الله موهوبين وان شاء الله يبقوا مستقبل النادي الاهلي الفتره الجايه دي باذن الله. طب وانت بقى كمدرب
قول لي بقى وانتوا بتديروا المباريات كده اصعب مباراه كنتوا عاملين لها كده الف حساب يعني، واحنا بنستعرض دلوقتي مشوار يعني الاهداف ومشوار البطوله بتاعتك. حضرتك طبعا يا كابتن اسامه عارف ان النادي الاهلي لازم كل الماتشات بلعب على مكسب، فالماتشات بالنسبه لنا كلها مركزين فيها الحمد لله، بس يمكن ماتش الزمالك هناك في متعوبه كان، انت حضرتك عارف ان احنا بقالنا فتره عشان الاحداث بتاعه البلد ما كانش في ماتشات اهلي زمالك تلعب ولا في الزمالك، يعني دي كانت اول مباراه من فتره تتلعب في ميتوبا. كان ان احنا نلعب عندهم، فكانت عامله حمل نفسي شويه على الاولاد ان احنا هنروح نلعب عندهم، في طبعا في جماهير فكانت صعبه شويه، بس الحمد لله ربنا كرمنا وتجاوزناها وكسبنا 2-0 الحمد لله. تمام، هروح دلوقتي للكابتن محمد راشد الجندي بقى المجهول الدينامو داخل فريق 2001. قول لي بقى في بدايه الموسم عندك مواضيع كتير وملفات كتير، قيد لاعبين وحاجات كده، كلمنا بقى عن قيد اللاعبين الاول في بدايه الموسم. انا الحمد لله يمكن العدو الوحيد اللي مكمل مع الفريق، انا ما كنت مع الفريق في السنه اللي فاتت الحمد لله، خدنا بطوله قويه جدا واللي قابلنا السنه دي كان صعب جدا عشان خاطر نقدر نحافظ على، لما تاخد بطوله سهل انك تحافظ عليها ده كان صعب جدا. والسنه اللي فاتت كنا عاملين انجازات، السنه دي الحمد لله عملنا نفس الانجازات واكتر الحمد لله. تمام. اللي قابلنا اول السنه اللي هو كده اللاعبين طبعا باللعيبه اللي هي القديمه بيتم اللي هي اعاده كده طبعا في الاتحاد. بعد كده في لعيبه تم الانضمام من نوادي اخرى، عملنا لهم طبعا استعلام، بيبقى حاجه طبعا بنروح البلد بتاعته بنشوف اللعيبه دي كانت متايده فين، بشوف هل المواليد بتاعته صحيحه، هل مسنن، هل مزور، ده كله ده بيبقى على لعيبه. فعلا موضوع مهم جدا، موضوع التزوير والتسنير. خلال فعلا السنه دي كابتن اسامه جالنا فعلا 7 لعيبه كانوا مميزين جدا، طلعوا السبع مزورين. سبع مزورين كان قوي. خلي بالك انت ليك دور مهم جدا داخل الفريق، انت ممكن ما شاء الله تمشي مشوار طويل في مع البطوله وتحسم ماتشات مهمه، ولا قدر يجي واحد يبوظ لك كل اللي انت عملته، فانت ليك دور مهم جدا بيبتدي من بدايه الحمد لله. يمكن اقوى جهاز اداري موجود في مصر حاليا هو جهاز نادي الاهلي. والسنه اللي فاتت حصل طبعا مشاكل كتيره جدا، وكنا برضو اقوى جهاز اداري الحمد لله، وطبعا الجهاز ده بيشمل احنا كلنا في الاوضه عندنا في الغرفه عندنا في النادي في القطاع عندنا احنا كلنا اخوات، مفيش اداري مختص في الفرقه بالذات، لا بالعكس احنا لما في حد بيواجه مشكله كلنا بنحل، بنقعد مع بعض ونحلها، فاحنا يعني احنا تروس كلنا مع بعض كايد واحده فعلا الجهاز الاداري. واحنا بنحييك يا كابتن راشد انك دايما بتتواصل معانا هنا خلال برنامج الاشبال، ودايما بتبعت لنا الاحصائيات والارقام والنتائج كمان. في اول السنه الحمد لله اللي عملنا المعسكر دي حاجه كويسه جدا، المعسكرات دي حاجه يعني مهمه جدا للفريق، بتخلي في ارتباط بين اللعيبه بين بعضها، الجهاز لما يكون جديد على الفريق بيبقى بنحفظ بعض، بنعرف الجهاز بيعرف طباع اللعيبه واللعيبه بتعرف طباع الجهاز. تمام. وعملنا منتشره وديه دي كانت ليها اثر يعني ايجابي جدا على بعد كده مسيره الفريق. جاهز انت على طول ماسك ورقه وقلم على طول؟ لا ماشي حتى على الهوا ماسك ورقه وقلم. هروح دلوقتي للدكتور محمد عبد الحكيم. دكتور محمد كان عندك ملفات مهمه السنه دي، ملفات طبيه، اصابه شادي رضوان نجم وموهوب داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان اصابه محمد اشرف في مباراه بيراميدز قطع برضه في الرباط الصليبي، تعاملت بقى مع الاصابات دي ازاي؟ وكمان لو في اصابات ثانيه عندك اخرى يعني. طبعا انا بالنسبه لي كل مباراه تحدي، يعني من الدقيقه الاولى لاخر دقيقه بالنسبه لي ان انا اطلع من غير اصابات ده اكبر فوز بالنسبه لي كجهاز طبي وكطبيب. تمام. بغض النظر عن نتيجه المباراه طبعا. تمام. انا بالنسبه لي كل لاعب في الفرقه في اصابه ما بين من صباع رجله الصغير لشعر، فدي ده ثمن البطوله، ان البطوله بتاعتنا دي ما جاتش بالساهل، ثمن البطوله دي كان كبير جدا. ثمن البطوله دي كلنا شفنا على الشاشه اصابه شادي رضوان، والاصابه كبيره ثمنها ان هو في شريحه في كتفه في كسر في الترقوه. وفضل 3 شهور تحت العلاج ورجع بالسلامه معانا وشارك في المباراه الاخيره. ثمن البطوله دي اصابه احمد اشرف، واحنا ندعي له بالشفاء دلوقتي، هو مازال مريض مش موجود معانا النهارده، جاله رباط صليبي. تحيه من برنامج الاشبال لاحمد اشرف، كنت اتمنى ان يكون موجود معانا في الاحتفالين، هو مشارك 2001 في بطوله الدوري، لكن اتمنى له ان شاء الله السلامه ويرجع افضل من الاول. وتمن البطوله دي طبعا اصابه كبيره كانت للنجم برضو الفريق يوسف عثمان، اتصاب في العضله الاماميه وفضل فتره في العلاج ورجع معانا، وباقي الفرق كلهم بينزلوا وبيتصابوا بنعالج، واحنا بس كنا نعاني من ضغط الماتشات، كنا بنلعب تقريبا 3 مرات في الاسبوع. ما دي بقى انا هروح للكابتن اسلام فتاح المخطط الاحمال في النادي الاهلي، وبيبقى ليه دور مهم جدا في عمليه ضغط المباريات دي علشان تفادي حدوث الاصابات. ازاي بقى كابتن اسلام بتوزع احمالك خلال الموسم، نظرا انك انت بتبتدي المسابقه الاول بجدول مريح
في عدد يعني راحة كويس ما بين الماتشات، بعد كده بيجي ضغط المسابقة في آخر 3 شهور. طبعا حضرتك النادي الاهلي معودنا ان احنا نشتغل دايما مع بعض تيم وورك، ما حدش بيشتغل لوحده. تمام. بنبتدي نحط البرنامج، بنعمل قياسات قبليه قبل بدايه السيزون بتاعنا. بنبتدي نشتغل على القياسات دي، بيبقى عندنا فروق فرديه، بنبتدي نشتغل لكل لعيب الحاجات اللي ناقصه له عشان يقدر ان هو نكمل بقيه السيزون على خير ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين احنا بنعمل القياسات بتاعتنا، بنبتدي فتره الاعداد بتاعتنا ده الفتره العامه، وبعد كده بنبتدي نشتغل الشغل الخاص بتاعنا على مدار السنه بتاعتنا كلها. نبتدي نحط القياسات لكل لعيب، نبتدي نعمل فايل لكل لعيب، الاصابات بتاعته لو هو مصاب بنبتدي نشتغل على فتره الاصابه بتاعته، طبعا مع التعاون مع الجهاز الطبي كله، نبتدي ان احنا نحط البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه، احنا دايما شغالين كلنا تروس بتحرك بعضها، ده بيسلم ده، ده بيسلم ده. تمام، ونروح لكابتن ناجح ابو زهره، مهم جدا زي ما احنا اتكلمنا عن كابتن سامي عبد الفتاح ودور مخطط الاحمال، اكيد برضو الاستشفاء هنا مع ضغط المباريات ليها دور مهم جدا. كابتن ناجح قول لي بقى التدليك وراحه اللاعبين بقى. مبدئيا انا بشكر كابتن فتحي مبروك والدكتور اسامه مصطفى رئيس الجهاز الطبي ان هم حطوني مع جهاز محترم زي الكابتن احمد سراج مصر ان هو يكسب البطوله، ومع لعيبه الصراحه انا بقالي 9 سنين في النادي الاهلي ما اتعاملتش مع لعيبه محترمين زي كده يعني. مبدئيا الاستشفاء بتختلف اليدوي والتلج. انا دوري بيبدا مع الطبيب في الملعب، والجهاز الطبي طبعا بيتكون من طبيب وعلاج طبيعي وتاهيل وتدليك. لازم الاربع افراد يكونوا بعد المدير الفني طبعا ان هو يقول لي محتاج استشفاء ولا لا. بالنسبه للتلج طبعا بيعمل ريكفري لو احنا احنا مجهزين في قطاع الناشئين بكل الاجهزه دي. طبعا عندنا الساونا، عندنا مخصص التلج، عندنا كل حاجه. طبعا مع الاصابات طبعا ما ينفعش تدليك اصابه، ما ينفعش اعمل فيها تنشيط للدوره الدمويه طبعا. تمام، هنروح بقى لجنود مجهوله داخل الفريق، دايما دورها بيبقى ايه؟ يعني من الخلف، لكن دورها مهم جدا. عم شعبان عبد الله وسامح عبد الظاهر، يعني مسؤول المهمات داخل الفريق، قول لي بقى شعبان يعني ترتيب الادوات والكور والتنسيق قبل التدريب بقى. احنا الحمد لله رب العالمين احنا وسامح منسقين مع بعضينا. قرب بس المايك شويه. احنا وسامح منسقين مع بعضينا، هو لو بره كده هو بيمسك الاوضه مثلا، انا بمسك الملعب. بنظبط الادوات، في تنسيق دايما بينك وبين سامح. انا وسامح مع بعضينا، الاوتوبيس بيجي بنعرف نحط ايه وكده، بنظبط الامور يعني مع بعضينا. تمام، سامح قول لي بقى دورك مع شعبان ايه؟ يعني التنسيق بقى. التنسيق كان بيبقى في اللبس والادوات والميه واللي بنجهز الملعب لكابتن احمد سراج. اتفضل. بنجهز الملعب لكابتن احمد سراج، بيقول لنا اعملوا مربعات، اعملوا كذا، اعملوا كذا، بنجهز كل حاجه في الملعب. وفي تنسيق مع كابتن احمد سراج قبل التمرين. تمام، قبل التمرين الادوات اللي هو محتاجها، الميه الكلام ده كله، الميه والادوات وبيجهز مربعات، جهز كل حاجه في الملعب. تمام، بشكر بعض من افراد جهاز 2001، وهروح دلوقتي استقبل الكابتن احمد سراج المدير الفني، والكابتن زكريا حسين المدرب العام، والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى.
زمن سابق وزرع فينا قيم ومبادئ وازاي في العهد منصور ونلاقي النور ونقوم بجد التحية بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيوفي باقي الجهاز الفني كابتن أحمد سراج المدير الفني لفريق 2001 والكابتن أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى والكابتن زكريا حسين المدرب العام وهنبتدي مع العريس النهاردة كابتن أحمد سراج المدير الفني. كابتن أحمد ألف مبروك طبعا على بطولة دوري الجمهورية تحت 17 سنة. الله يبارك فيك يا كابتن أسامة وطبعا أنا بشكرك يعني شكر مش عايز اقول لحضرتك انت من الناس الداعمين لقطاع الناشئين وواقف جنبنا متابعنا خطوه بخطوه يمكن انا بشكرك وبشكر برنامجك اللي الدنيا كلها متابعاه دلوقتي الحمد لله وبشكر قناه الاهلي وبنتهز الفرصه بشكر مجلس الاداره اللي واقف جنبنا وبشكر كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين كابتن اكرام. عايزك بقى تكلمني ما شاء الله ارقام مميزه وارقام قياسيه اول فريق ياخد البطوله عندنا في داخل قطاع الناشئين ارقام مميزه ما شاء الله على مدار الموسم عايزك تكلمني عن المشوار البطوله والارقام المميزه ما شاء الله اللي عملتها انت وباقي الجهاز الفني كله. يمكن الحمد لله يمكن انت حضرتك قلت مع الجهاز الفني يمكن كلنا بنشارك مع بعض في اتخاذ قرارات باتخاذ اي حاجه بالمشوره يمكن احنا عاده نادي الاهلي كده يمكن انا استلمت الفرقه يمكن الفرقه دي اول سنه ليا معاها فرقه 2001 هي فرقة مميزة جدا في القطاع ومميزة على مستوى مصر يمكن استلمتها من لي أخ محمد شرف دايما من المدربين اللي احنا المميزين كانوا في القطاع عادتنا كمدربين احنا بنساهم مع بعض عجبني قوي دايما يمكن احنا دايما نكمل بعض كابتن سراج عجبني قوي الكلام انت بتقوله عن المدرب السابق كابتن محمد شرف طبعا عمل شغل وانت النهارده جاي تتكلم فعجبني قوي الكلام ده يمكن بشكره كمان ان هو مديني فرقة محترمة يمكن 25 لعيب او القايمه كلها 28 اللي احنا جبناهم السنه دي الاثنين لعيبه او ثلاث لعيبه يمكن دايما بنكمل اللي اشتغل قبل كده ما ينفعش نبدا نعمل من اول وجديد لا احنا كده كعادتنا في نادي الاهلي يمكن انا كنت ماسك فرقه 2000 قبلها كنت مدرب في 97 يمكن فرقه 2001 بقى نتكلم عنها أميز فرقة على مستوى مصر كأفراد كلعيبة فعلا هم مستقبل في السن دوت مستقبل الكورة في مصر كلها وفريقنا طبعا اللي احنا بنشتغل عشانه ودي حاجة أنا بشكرهم عليها يعني خلال الموسم على تعبهم معايا على هم والجهاز طبعا على كل حاجة يعني بشكرهم على أي حاجة عملتها معاهم انت هروح للكابتن أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى ما شاء الله دلوقتي عندنا في الفريق الأول شريف اكرامي ومحمد الشناوي خارجين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي طبعا معاهم علي لطفي الحارس المميز كابتن احمد قول لي بقى اسماء الحراس الموجودين داخل 2001 اولا انا اشكر الكابتن فتحي مبروك والكابتن هشام حنفي والكابتن اكرامي وبشكر اللعيبه كلها تحيه طبعا للكابتن اكرامي طبعا بشكرهم كلهم على المجهود اللي بذلوه معانا والحمد لله احنا عندنا حراس مرمى مميزين الحارس الاول حمزه علاء بيطلع مع الدرجه الاولى باستمرار نفس الكلام حاليا عاصم سليم الحارس الثاني برضك معاه في الدرجه الاولى في برضك ما شاء الله يعني احنا عندنا اثنين حراس حمزه علاء وعاصم سليم بيتواجدوا على طول في تدريبات ومنتخب مصر كمان الاثنين موجودين في منتخب مصر الحمد لله ومحمد اشرف حارس برضك مميز بيطلع فرقه ال2000 بيلعب على طول باستمرار صاعد على طول وبيلعب مع 97 وبرضك حمزه بيلعب مع 97 الحمد لله كان في مباراه الامس كسبه والمصري 5-2 كان هو اللي بيحرس المرمى وربنا كان موفقه امبارح وفازوا في مباراه قويه الحمد لله
حمزه من الحراس المميزه اللي بتطلع على طول باستمرار مع الدرجه الاولى بالتنسيق هو وبالتنسيق مع الكابتن طارق سليمان والكابتن اكرامي، وعلى طول احنا في تسلسل مع الكابتن اكرامي والكابتن طارق سليمان في التعامل مع حراسه المرمى، والثلاثه مميزين الحمد لله في منتخب مصر وفي الدرجه الاولى ومع الفرق المختلفه سواء ال 2000 او ال 99 او ال 97، هم من الحراس المميزه ان شاء الله هيبقوا مستقبل النادي الاهلي ومصر باذن الله. يعني طمن بقى جمهور النادي الاهلي على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. احنا الحمد لله عندنا مجموعه من حراسه المرمى منهم الثلاثه اللي بتوع 2001 دول، هم الثلاثه من المستقبل ان شاء الله حراسه المرمى في النادي الاهلي ومصر باذن الله. ان شاء الله هنروح لكابتن زكريا حسين المدرب العام، منورنا مشرفنا كابتن زكريا. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يكرمك. عايزك بقى تكلمني كابتن سراج، اتكلم عن مشوار البطوله والصعوبات اللي كانت طبعا موجوده وسلامه الفرقه من الكابتن محمد شرف، وعجبني في كلام الكابتن احمد سراج بيقول احنا بنكمل طيب. بنكمل بعض داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اخدك بقى المنطقه الثانيه دور كابتن فتحي مبروك. يعني كابتن فتحي مبروك ما شاء الله متواجد معاكم على طول في التدريبات بالزبط. في المباريات في مدينه نصر وكمان في بعض المباريات او في معظم المباريات بلاقيه كمان بيسافر معاكم. تمام. هو كابتن فتحي بصراحه مش سايبنا بصراحه من اول الموسم، موفر لنا كل الامكانيات والسبل للراحه للفرقه وللجهاز، معانا في الماتشات اللي داخل النادي خارج النادي، بصراحه ما سبناش لا هو ولا كابتن اكرام بصراحه. تمام. كابتن هشام في بعض المباريات السنه دي يعني واجهكم نقص في عدد اللاعبين، اصابات او عمليه التصعيد كمان يا كابتن سراج، يعني كنت بتواجهوا الكلام ده ازاي يا كابتن زكريا؟ هو احنا بالتنسيق مع بعض الجهاز الفني ومع الزملاء في القطاع نبتدي نظبط نشوف ايه الناقص عندنا في الفرقه، نبتدي اذا كنا نصعد حد من 2002 معانا. الاصابات الجهاز الطبي طبعا مشكورا كان بيقوم بدوره على اجمل وجه بصراحه، بيجهزنا اللعيبه بسرعه بحيث ان احنا يعني ما نحسش بالحته دي حته النواقص. تمام. عايز اخد بقى كابتن سراج لحته مهمه وكان ليها اثر ايجابي جدا، زياره كابتن محمود الخطيب السنه دي ليكم في قطاع الناشئين حوالي 3-4 مرات، وكان خاصه في زياره كمان يعني ال 2001 زياره خاصه، يعني شفت بقى الزياره دي واثرها ازاي على اللاعبين؟ بص حضرتك يا كابتن اسامه، يمكن انا كلمتك في حلقه قبل كده، يمكن احنا استمدينا كلامنا من زياره كابتن محمود الخطيب، يمكن انا من النوعيه اللي بحمس بيها الاولاد، يمكن هم ممكن ما يشوفوش كابتن محمود هو بيلعب، احنا اتربينا عليه بقى. يعني انا على المستوى الشخصي انا اتربيت عليه وانا في الناشئين، يمكن حاجه اللي هو يعني عارف عملاقه جدا في المجال كله. يمكن هو اللي حبب نوعيه الجماهير بتاعت النادي الاهلي كمان، دي حاجه بقى يعني حببهم في الكوره، حببهم في النادي الاهلي، دي حاجه والله العظيم يعلم ربنا. معانا دلوقتي وانت بتتكلم دلوقتي الزياره وكابتن خطيب بيسلم على دي كفدات الموسم على الاجهزه الفنيه وبعد كده اللاعبين. يعني يمكن كابتن محمود قاعد بيتكلم معانا ويمكن سلم على لعيب سلم علينا كجهاز، يمكن ادتنا دفعه، دي حاجه مهوله. يعني انا عن نفسي كنت فخور جدا ان انا بسلم عليه، ان انا واقف جنب كابتن محمود. بتمناها بقى نقلتها انا للعيبه، هو نوع من انواع الحافز. بصوا كابتن محمود عامل ايه، يمكن كابتن خطيب اتكلم. خلي بالك انت بتتكلم كابتن خطيب، كل لعيب عارف نفسه. معانا عبد الوهاب علي طبعا لما جه عليه الدور قال له عبد الوهاب علي الدوسر وهداف الدوري وجاب كام هدف. صح عبد الوهاب؟ تعال ابو وهاب، تعال لي هنا علاوه، تعال عبد الوهاب، تعال فين المايك يا شباب؟ طيب هات المايك وتعال يا عبد الوهاب. اتفضل يا كابتن سراج. قال له بودي الاسم الجديد. يمكن عبد الوهاب. كابتن احمد عايزك بقى تقول لي يعني ايه الكلام اللي انت قلته كابتن خطيب لما كان كل لاعب بيعرف نفسه. وكل لاعب طبعا كان بيعرف نفسه الكابتن خطيب طبعا. فانا لما سالني بيقول لي انت اسمك، قلت له انا اسمي عبد الوهاب علي من الاقصر وجاب 11 هدف بلعب فرود، يقول لك هطلع زي كابتن بيبو، قلت له زي اجويرو. بس عشان اتكلم معايا كويس يعني، وقال شد حيلك ربنا يكرمك. والواحد كان سعيد جدا انه وقفت معاه طبعا كابتن خطيب، حاجه كبيره جدا طبعا، شرف لاي لاعب. ان شاء الله. اتفضل عبد الوهاب، اتفضل يا كابتن. يمكن كابتن خطيب لما كان بيتكلم مع لعيبه بيكلمهم ان هم مستقبل النادي، هم هو اللي هيبقى النجم بتاع الفريق الاول، هو اللي هيبقى رئيس النادي، هو اللي هيبقى المسؤول، فبيحمسهم. دي حاجه بنشكره عليها طبعا. ويمكن في البدايه انا شكرته لان هو فعلا من الدعم الرئيسي، على طول معانا بيسال علينا، على طول بيسال على الفرق، على طول بيتابعنا من خلال كابتن فتحي مبروك
يعني ده حاجه بنفتخر بيها كابتن محمود. عايز بقى اشرككم في حاجه معايا كابتن سراج وكابتن زكريا وكابتن احمد ابراهيم وكمان كابتن ممدوح وباقي الجهاز. طبعا انا شايفهم دلوقتي قدامي قاعدين ما شاء الله نسمه يعني حاجه محترمه جدا، ما فيش صوت طالع يعني. انا في الطبيعه وفي الملعب ما بشوفش الكلام ده يعني. عايز اعرف بقى الكواليس مين اكتر واحد بقى يعني بتاع مقالب، مين اكتر واحد؟ هو مش كواليس، هم كله دلوقتي بيشاور على هم واخدين على الصوت العالي مني. واخدين على الصوت العالي. خلي بالك انا بشوف حاجه دايما في المباريات وانا بتفرج على فريق 2001 ممكن تكونوا كسبانين 5-6، بلاقي دايما الكابتن احمد سراج برضو والجهاز الفني واقفين على الخط، الخمسه عايزين يبقوا 6 والسته عايزين يبقوا 7. يعني دي روح كويسه جدا طبعا، انك انت ما بتكتفيش بهدف، فدي حاجه كويسه طبعا بنحيي عليها الجهاز الفني. كابتن احمد قول لي بقى اصعب المباريات السنه دي اللي كان الجهاز الفني 2001 قلقان منها ايه؟ احنا حضرتك احنا عندنا مباراه كلها مباراه شغالين من اول موسم، هي مباراه كؤوس، كل مباراه بنحترم الخصم اللي قدامنا، فاحترامنا للخصم هو بيخلي المباراه سهله، انما ما احنا بنقلل من قيمه الخصم اللي قدامنا المباراه بتبقى صعبه. احنا ما عندناش مباراه سهله ولا مباراه صعبه، احنا المباراه كلها فيها تركيز، احنا لو ركزنا الحمد لله بنسهل المباريات علينا، وربنا كرمنا في كذا ماتش عشان احنا سهلنا المباراه بالتركيز والاجتهاد بيننا وبين بعضينا. يعني كل المباريات تاخدوها بشكل كؤوس، ما تاخدهاش الوضع الطبيعي بتاع تربيتنا في النادي الاهلي كده، ومستويات اللعيبه هي اللي بتخلينا نطمع ان احنا لما بنكسب واحد عاوزين نجيب الثاني والثالث، والحمد لله الاولاد من اولاد اللعيبه الكويسه مستقبل مصر، هم مخليننا فخورين بيهم وبنتكلم ان احنا كويسين بيهم هم. تمام كابتن زكريا قول لي احلى مباراه بقى اتعملت السنه دي من فريق 2001. يعني طبعا في مباريات بنتيجه كبيره، انبي 7-0، دجله 6-0، الداخليه 6-1، في نتائج كبيره جدا، لكن احلى مباراه كانت اداء ونتيجه كانت مباراه ايه؟ هي كانت مباراه انبي يا كابتن. كان ما شاء الله المجموعه يعني فايقه، مركزين من قبلها، واخدين الماتش باهميه، فدي كانت من احسن مباريات اداء وتهديفا. مباراه انبي انتهت 7-0. 7-0. كابتن احمد سراج بقى قول لي يعني وانت قاعد كده كمدير فني ما شاء الله على مدار موسم بتشوف اهداف كتير، احلى هدف عجب احمد سراج في المباريات كلها؟ انت كده بتعمل فتنه في الفرقه يا كابتن. يمكن واحنا بنستعرض هدف، في هدف اكيد هتلاقيه معلم معاك دايما، هدف حلو دايما انت بتتذكره. يعني انا عندي هدف هقوله لك بس بعد ما اسمع انا رايك. انا عن نفسي بقى، انا عن نفسي يمكن انا بحب الاداء الجماعي، يمكن اللعيبه كلها يمكن من الترتيب كده، يمكن ابو هاب جايب 15 هدف، حماده الفيل جايب 9، شادي رضوان جايب 8، عمر رزق جايب 7، محمد اشرف 6، بقى محمد اشرف ده الباك ليفت حافظ يعني. انا بقول لك بنسبه كبيره، انا بقول القريبين. يمكن عندي السرد باكات يمكن من هدافين مغربي وهاني ب7 تجوان. قول لي مغربي فين وعربي بدري؟ عربي متصعد مع ال 97 عنده مباراه، ويمكن مغربي وحمزه ومحمود صابر في المنتخب بالتنسيق طبعا. لو عايز حضرتك نتكلم طبعا بالتنسيق مع كابتن ربيع. معظم اللعيبه طبعا اللي جايب هدف زي طه، يوسف عبد القادر. فاكر الهدف ده؟ فاكر الهدف ده؟ طبعا فاكر الهدف ده؟ ده شادي رضوان يعني اللي بنقول له الحمد لله على السلامه، كان في مباراه وادي دجله. ده من احلى الاهداف، كانت في دوري 2001. ليه هدف تاني كمان في بيراميدز، هدف برضو رائع كان في بيراميدز، المباراه اللي حسمناها في الثواني الاخيره وانتهت 3-2. وليه هدف في الداخليه برضك كان كويس بس يمكن ده هدف شادي. وخلي بالك الهدف الثاني هدف احمد اشرف في مباراه بيراميدز، وهدف احمد اشرف ما شاء الله السلامه بعد ما عمل عمليه الرباط الصليبي ما شاء الله، هدف برضو رائع. هدف احمد اشرف، هو احمد اشرف كمان كابتن الفرقه ومن اللعيبه المحترمه جدا، اللعيبه الاخلاق. يمكن انا دايما بحط دايما 4 معانا من كل فرقه في الجهاز، يمكن كباتن الفرقه عشان لازم يتقالوا. دايما احمد اشرف، عثمان، مغربي بالترتيب، شادي رضوان. يمكن دول دايما كباتن الفرقه دول المساعدين. ده هدف شادي رضوان في مباراه بيراميدز، ده برضو من الاهداف الحلوه جدا في مشوار بطولة 2001 اللي حسمها فريقنا الابطال قبل انتهاء البطولة يعني بثلاث مباريات. لعيبة 2001 يا كابتن يمكن بدون مجاملة فعلا هو مستقبل النادي، طبعا كل القطاع طبعا على اعلى مستوى، قطاع النادي الاهلي طبعا مميز جدا، بس يمكن فريق 2001 يمكن انا بحبها يمكن عشان دلوقتي هم معانا، من اميز اللعيبة، من اميز الفرق، لعيبة مميزة خلقيا قبل فنيا، دي حاجة طبعا دي حاجة فينا بتنبع في النادي الاهلي.
اتمنى من كل قلبي اكبر عدد ليهم يشموا ريحه الدرجه الاولى. انت عارف طبعا حكايه الدرجه الاولى دي مميزه جدا. عايز اسالك كابتن زكريا دايما بيتكلموا اللعيبه عن الدرجه الاولى. كابتن زكريا طبعا يا كابتن هو يعني السن بتاعهم هو سن الدرجه الاولى, يعني كل طموح اي لعيب في الفرقه الدرجه الاولى. فاحنا لازم بنكلمهم على 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 ان هم ازاي يعني يوصلوا للدرجه الاولى وبمجهودهم وبحماسهم وبتربيتهم في النادي الاهلي, ان الدرجه الاولى دي حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. ازاي يوصلوا لها؟ لازم يتعبوا ولازم يجتهدوا عشان يوصلوا للحاجه دي. تمام كابتن سراج, كابتن زكريا, كابتن احمد, تسمحوا لنا بقى نقوم ناخد صوره جماعيه كده كلنا مع بعض هنا, ومعانا كمان تورته يعني نحتفل بيها مع فريق 2001. تعالوا اتفضلوا. اتفضل يا كابتن. يلا انا هقدر بقى انا هقدر 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 انا العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 اجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتولف واحد ونتيجه تنمي النادي الاهلي المصري مع رقم واحد. العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. نهاية بشكر 2001 الأبطال اللي شرفونا في دوري الجمهورية وحسموا بطولة الدوري قبل انتهاء البطولة بثلاث ماتشات. استنونا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يوم الثلاث ونفس الفريق هنذيع لكم مباراة الأهلي والزمالك, هتكون حصريا إن شاء الله على شاشة قناة النادي الأهلي, ونتمنى إن شاء الله يفوزوا فيها ويكون ختام مصر للنادي الأهلي. دايما النادي الأهلي رقم واحد.